الاسلوب ده بيجيب نتيجه مع الناس اللي عندهم استعداد، مع الناس المؤهلين لكده. نعم. طب الناس اللي مش مؤهلين لكده، اللي ما فيش فايده فيهم، تعمل ايه؟ تخش بقى على 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 الايه، على الاسلوب الثاني او الشق الثاني اللي هو ايه؟ الترهيب، اللي هو إيه؟ انك تخوفه بقى. ما انت لازم تخوفه. نعم. او ترغمه. ما انت لو كنت بتقنعه ما اقتنعش. نعم. تعمل ايه؟ نعم. ترغمه. نعم. لان انت مقتنع وعندك حكومه مناقشه معاك التوجهات او القرارات، وعندك رئيس جمهوريه بيتابعك يوميا وبيسالك عملت ايه، بنتناقش بناخد قرار سليم 100%. طب اللي تحت اللي انا مش عايز انفذه اعمل معاه ايه؟ اعمل معاه ايه؟ لازم ارغمه. ارغمه ازاي؟ السواقين اتنين بتوع اسكندريه. نعم. قائد القطار اللي ما كانش راكب فيه، والمساعد بتاعه اللي غلط وجري وضرب في القطر اللي قدامه، اصاب 45. والله هم اتقال 40 واتقال 45، ولكن هم اللي انا عارفهم واللي وصلوا 8. نعم. والحته اللي برضه هتكلم مع حضرتك فيها، ليه عدد الاصابات بتبقى زياده قوي؟ نعم. اقول لحضرتك ليه؟ طيب. احنا كشعب مصري نخلصها. نعم. احنا كشعب مصري، انا عارف ان انا طيب السواق والقطر بتاع دخل، انت مش عايز تخش حته ثانيه وانا مش هخش فيها. ايوه. مش هخش فيها. نعم. بس عملت سيادتك معاهم ايه دول؟ دول امبارح اتفصلوا. يعني ايه اتفصلوا واترفدوا؟ احنا غيرنا لائحه السكه الحديد بقرار. غيرتها امبارح؟ غيرتها، لا كنت مغيرها بالصدفه البحته، مغيرها من 3 ايام. التعديل اللي حصل، ان اقول ان كل من يتسبب، ايوه، كل من يتسبب في حادث، في وقوع حادث ينتج عنه خسائر بشريه وبين قوسين اصابات او وفيات، نعم، او خسائر ماديه في العربيات او الجرارات، او كان من الممكن ان يحدث ذلك، يعني ربنا ستر ما حصلش حد مات، نعم، بس انت عملت حادثه كان ممكن تؤدي الى وفيات، الاثنين زي بعض، الاثنين يفصل من الخدمه. طب كويس، هتقول لي ده مش دستوري وده مش قانوني. لا، دستوري وقانوني. طالما انت حضرتك كمواطن بتدور على امنك وسلامتك، ما تموتش، ما تركبش معايا، انت امانه عندي. انت راكب عندي امانه. نعم، صحيح. اوصلك لمكانك، اوصلك لاهلك. نعم. بسلام. طب انت النهارده تقول لي اصل ده مش دستوري؟ لا، دستوري. طب ده مش قانوني؟ لا، قانوني. طب انت كموظف في السكه الحديد، سائق القطار، القانون كفل لك التقاضي. روح ارفع عليه قضيه. ارفع عليه قضيه. نعم. ان انا رفدتك. نعم. وعلى ما تكسب القضيه دي، لو كسبتها هيكون فات سنتين ثلاثه. طب ايه اللي يحصل؟ هيكون الباقيين اللي انا بقول لك بقى ايه؟ ترهيب. خافوا. انضبطوا. التزموا. عشان ما يترفدش هو كمان. ففصلنا اتنين. ايوه. والباقيه تاتي. هتقول الباقيه تاتي ليه؟ لان كل من سيثبت بعد التوقيت اللي احنا غيرنا فيه اللائحه ده، كل من سيثبت في التحقيقات اللي بيجريها النائب العام المحترم، وبحييه، النائب العام المحترم واعضاء النيابه العامه المصريه المحترمين، انا رحت قعدت مع الناس دول فاهمين ودارسين ومحللين كل الحوادث اللي حصلت في السكه الحديد من 2002 لحد النهارده، وعندهم حلول من حادث قطار الصعيد. من حادث قطار الصعيد 2002، اللي بتاع الحريق اللي كان في العيد الكبير. الله لا يعودها تاني. الله لا يعودها تاني. دول كانوا وكلاء نيابه من ايامها، تخصصوا في هذا الموضوع. النهارده محامين عام اول. النهارده النائب العام نفسه مهتم بيدرس اسباب الحوادث. الموضوع مش حادثه وتحصل وخلاص. ونعمل كده في السكه الحديد، لازم نعرف سبب الحادثه. ولازم نغطيها، ولازم نلافيها. ولازم نشوف ايه اللي نعمله من دلوقتي عشان ما يحصلش حوادث ثانيه. فمن يرتكب حادث هيتم، من سيرتكب حادث، أيوة، يؤدي الى خسائر بشريه او ماديه، سواء اصابات او وفيات، سيفصل من الخدمه. طيب في تحقيقات بتروح نيابه بعد كده ولا يفصل وخلاص ولا لا؟ والنيابه بتشتغل. النيابه تاخد شغل. النيابه شغاله. ما هو اللي اتفصل من ده شغال في النيابه. النيابه بتاخد بقى الشق الجنائي وما. طيب العربيه اللي دمرها دي، العربيه اللي دمرها اللي احنا جايبينها بمليون جنيه من روسيا، قول ان العربيه القديمه دي ب 500,000 جنيه، هي مش فلوس الشعب؟ نعم. وهو اخطا؟ نعم. يدفع ثمنها. برافو. هتقولي ما عنديش ثمنها. كنت بطالب بده والله من يومين يا فندم. هيدفع والله. كنت بطالب بده. هيدفع ثمنها، انه لو انا املك يدفع الثمن على طول. عشان يعرف ده هيبقى رادع. ايوه، هيبقى رادع. نعم. لكل من تسول لنفسه ان هو هيدفع ثمن الخسائر اللي عملها. ثمن الخسائر اللي عملها. احنا ايا كانت يا فندم، احنا في القوات المسلحه عربيه 2.5، القوات المسلحه، انا لو سايق عربيه وحصلت فيها تلفيات وانا السبب، على طول واهمال ادفع ثمنها.
ادفع ثمنها. طب ماليش معايا ثمنها، اهلك يجيبوا ثمنها. ليه؟ عشان انت وغيرك وغيرك ردع. وغيرك ترتدع. عشان تاخد بالك وانت سايق. نعم. ان انت معاك ارواح ناس وانت مؤتمن على 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 مال الدوله. الموضوع مش سايب يعني. انا النهارده بقول لحضرتك ان انا بروح اخد قروض من دول صديقه وبنوك عشان اجيب بيها احدث اطور بفوائد تكاد تكون معدومه وفترات سماح و ومسؤول قدام ربنا وقدام رئيسي وقدام حكومتي وقدام شعبي ان انا ارجع الفلوس دي انا اللي اردها من حصيله تشغيلي التي لن تنفذ تعليمات وزير النقل. مش هتقعد في مكانها يوم واحد. وهذا حدث امس. ماذا فعل امس؟ هذا حدث امس. انا جيت من مجلس الوزراء امبارح مفاجئ. كانوا عارفين ان انا في مؤتمر في الوزاره الساعه 2 والساعه 4 في الوزاره. قلت لهم من غير ما يعرفوا ضموا المؤتمر بتاع الساعه 2 على الساعه 4 وجيت من مجلس الوزراء على محطه السكه الحديد دون ان يعلم احد. دخلت السكه الحديد لقيت ان انا بنبه ليه وباكد عليه من 28 شهر من يوم ما ان شرفني رئيس الجمهوريه وعيني وزير النقل. يا اخوانا لازم محدش يركب القطر من غير تذكره. لازم المحطه تبقى نظيفه. دخلت امبارح المحطه، المنظر اللي انت شايفه النهارده الصبح ده ما كانش موجود امبارح. عشان كده بسال الراجل بقول له انت كنت فين امبارح؟ يقول لك انا خلصت الساعه 3 ومشيت. طب هو الساعه 3 هو مش فيه ورديه تانية؟ نعم. حد بيستلم منه المفروض. استلم منه طبيعي. طب هو لو ما حدش جاي يستلم منك يا اخي طب ما تستنى شويه. اعطل كمان ربع ساعه نص ساعه لحد زميلك يجي. نعم. ما تسيبش البوابه بتمشي. زي بالظبط. وهاجي الوقت لقائد القطار اللي انا اتكلمته وحضرتك سمعتني. نعم. طب انا جيت لقيت المحطه بتضرب تقلب واللي عايز يركب يركب واللي عايز ما فيش معاه تذكره مش معاه تذكره. في تسيب يعني. كل ما اسال واحد تسيب. تسيب.